مشاهدينا، مع تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في الارتفاع، تواصل الدول العربية مساعيها لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات احترازية مشددة. والتفاصيل معك عبد العزيز. نعم هبة، نبدأ من المغرب حيث بدأت السلطات هناك توزيع وثائق على الأسر تسمح للأشخاص بالتنقل الاستثنائي بعد بدء سريان الحظر الصحي بالبلاد اعتبارا من مساء اليوم. بدورها أكدت الحكومة العراقية منع توافد الزوار إلى المدن والعتبات الدينية خلال مدة الحظر وعدم السماح بالتجمعات والمسيرات لأي سبب كان، كما توعدت بفرض غرامات مالية على المخالفين لحظر التجول في بغداد وحجز المركبات المخالفة طيلة مدة الحظر. أما في الجزائر حيث توقفت هناك حركة الطيران الداخلي في البلاد للحد من انتشار الفيروس، فيما أعلن الأردن حظر التجول اعتبارا من يوم غد السبت لمكافحة كورونا. من جانبه أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حجرا صحيا عاما، وطلب من أغلب المواطنين البقاء في بيوتهم إلا للضرورة القصوى، وبتعليق التنقل بين المدن. في الأثناء أعلنت منظمة العفو الدولية عن إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في العاصمة القطرية الدوحة بسبب مئات الإصابات بفيروس كورونا.